السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شحال من مرة أنا كنت بغيت ندير هذا الفيديو هذا وما كتبتش ليا، ولكن دابا إن شاء الله يكون خير. من حر أنا حطيت الفيديو الأول اللي كنت كنهضر لكم على ديبريسيون و اكسبيريونس ديالي. جاو عندي بزاف ديال الميساجات من عندكم، وكتقولوا ليا يعني عطينا اكثر فيديوهات بحال هكذاك، عطينا نصائح، عافاك عطينا شنو درتي شنو مهم. بزاف جاكم بزاف اسئلات من داك الفيديو اللي حطيت، سو نتمنى نجاوبكم في هذا الفيديو هذا. انا بدلت البلاصه لقاش كان شوي صداع وما تقدروش تسمعوني. المهم اللي بغيت نقول لكم هذا الفيديو هذا، راه نتوما اللي قلتوا لي غادي نديرها لكم وكتابه لي دابايا نسجلها. وقبل ما غادي نبدا بغيت غير نقول لكم هذا الشيء راه اكسبيريونس ديالي. يعني قبل ما ديروا اي حاجه استشروا مع الطبيب ديالكم، حيت كل واحد وجسم ديالو، كل واحد وكيفاش هو داير. ولكن غنقول لكم داكشي اكزاكت مو اشنو درت، وما كاين شي حاجه اللي ناقص عليها ولا غادي نزيد عليها، ولا يعني فريمون داكشي اللي دوزتها اوثنتيك، يعني 100% صح. هاد فيديو غادي نحاول نهضر باش تفهموني مزيان. كان شي حاجه اللي ما فهمتوهاش سمحوا لي بزاف. انا دابا غادي ندير مجهودي باش فريمون غادي نحاول نعطي الميساج ليكم بسهوله. في 2014 صرات ليا واحد الكريز اللي اول مره في حياتي صرا ليا، وانا ما فهمتش. اوف كورس حاجه اللي كتجيك اول مره في حياتك خاصك تبغي تعرف. انا واحد الانسان كنبغي ندير الكونترول في الحياه ديالنا، لقاش كيف ما يمكن انتم عارفين ديجا بلي انايا زايده وكابره في السويد. في السويد هما تعلمونا بلي خصك تكون عندك كنترول في كل شيء، يعني تمن تقضيها سيمانه كامله عندنا لا ليست فوق الثلاجه، عارفين سيمانه كامله احنا شنو غادي نطيبو شنو غادي ناكلو اشنو غتقدا سيمانه كامله اشنو غادي، يعني فريمون الحياه ديالنا كلها في البروغرام وباش نكونتروليو حاجه. انا مع الوقت دابا 2014 انا كنت مريضه، كان جاني هاد اتاك يعني واحد كريز، ومن موراها جاني ديبريسيون. اشنو جاني؟ جاني بحال قلت واحد الضغط في الصدر ديالي في 2014، وانا ما فهمتش علاش. مهم مشيت للطبيب ما خليت ما درت، ومن موراها منين عطاوني سميتو قالوا لي كلشي عندك مزيان، دقات القلب مزيان، طونسيون مزيان، كيسحبوني عندي هرمونال امبالانس، هرمون ديالي ماشي تلهي. مي الحمد لله كلشي ما شاء الله مزيان، سكر مزيان، كلشي مزيان. ومع الوقت قالوا لي بلي خصني نمشي عند البسيكياتر ونشرب الدواء اللي هما قالوا لي عندي هرمونال امبالانس في المخ ديالي. دابا علاش كنعاود لكم هادشي على راسي؟ نورمالمون غنخليها هادشي بيني وبين نفسي، ولكن انا يا واحد الانسان اي حاجه اللي صرا لي انا في الحياه ديالي واستفدت منها. كاينين بزاف الناس اللي بحالي واللي مدوزين نفس مرحلات وما تعرفش اشنو غايدير ولو ما خلى ما دار، وانا الحمد لله لقيت الحل. سو كنحس براسي انايا ماشي تلهي، انا كنحس براسي بوتيت نقدر نقول لكم ايغويس الا خليته انايا. انا كنبغي ان نبارطاجي المزيانه ونفيد الناس، هادشي اللي بغيت نقول لكم. يعني كنبغي نفيد حيت الا فيت الناس وفرحوا وعجبهم الحال وحياتهم ولاو احسن لحقاش انا عطيت لهم هاد الانفورميشن هذا ولا اكسبيريونس ديالي، بالعكس انا غادي يرجعوا ليا اللي سميتو انرجي بوزيتيف اللي يقدر انا براسي. ملي كنت انا طايحه في المشكل كنت كندخل انا في اليوتيوب وتنقلب على الناس اللي كان عندهم نفس المرحله ديالي. اوف كورس انا تيجيوني انا في ريسيرش بيج، كل واحد وسباب، كل واحد علاش، وكل واحد شنو تيقول لك. شي تيقول لك عندك معرفت هادي، عندك هذا، عندك هذا، ولكن نتايا غادي كتولي كفس وغادي كتمرض وما كتلقاش الحل وما كتلقاش الدواء داكشي اللي غيداويك. وانت غادي حتى انا وصلت لواحد المرحله بحال كنت انا في البير وسد عليا داك الغلاقه وبقيت بوحدي تماك ومعذبه بزاف. اللي شافني كيقول لك هذه مزيان، ولكن ربي لي عالم بيا
تالمو شحال معذبه لي فريمون عيني تغمضوا ليا وكنشوف كلشي كحل وما كاينش بليزير في الحياه. سو انا اشنو درت؟ انا يا درت بزاف د الحاجات بزاف بزاف يعني اللي طاح لكم في راسكم درتها. انا شنو هي؟ شربت كاع دوك الدواء اللي عطاوني بسيكياتر داكشي ديال بيبولار، عطاوني الدواء داكشي ديال اونتي ديبريسور ياك زاناكس وداكشي ديال لونغواز، وعطاوني انا سميت ما عقلتش عليهم سكيتسوفرينيا. مهم كلشي داكشي اللي شربتهم ودازت واحد الوقت صافي حياتي مشى بحال كنتي كان عندك واحد الحياه وجا شي حد وحيدها لك من يدك صافي وبقيتي بحال واحد زامبي، واحد ميت قلبك يضرب ومخ ديالو وقفات وكتشوف كلشي كحل. وقبل ما نكمل بغيت غير نقول لكم بلي انا منها كان عندي 10 سنين 11 عام تنصلي الحمد لله، يعني 5 صلوات ديالي ما تنقطعهمش، يعني ديما في الوضوء وديما الحمد لله كنصلي. كيفاش نقول لكم؟ كندير مجهودي باش نصلي في الوقت ولو كنت كنقرا هادشي في السويد وهادو الحمد لله مازال كنصلي. علاش جبتكم على الصلاه؟ اللي يقول شي واحد او شي وحده تقول قلت الايمان، ايمان ما عنده حتى علاقه مع ديبريسيون، الايمان في القلب ما عنده حتى علاقه مع لونغواز الخلعه القلق كتحسي باسك بغيتي تبكي كل نهار، لا علاقه مع ايمان واتسوايفر. المهم انا غادي نكمل لكم الدواء كنت كنشربو انايا الحمد لله ما شربتوش بزاف، شربته غير شهرين 60 يوم اكزاكتلي وانا ولو كنت انا مريضه وكنت كنحس براسي مدروغيه وما كنش كنوض من فراش، الريدوات كانوا ديما هابطين، وليداتي ما كنت كنشوفهم. وصلت لواحد المرحله I had these suicidal thoughts every day، كل نهار كنت كنتم كنت كنخطط كيفاش نقتل راسي. وكيف ما قلت لكم ما عنده لا علاقة مع داكشي ديال الإيمان، لا قصة في وصلتي 24 ساعة ل 24 ساعة عندك أفكار نيجاتيف 100% وداكشي كيلعب في السيلول ديالك وكيلعب في القلب وتيلعب في المصارن وتيلعب في سورا بلكسوس كيلعب في كل شيء، والمايند ديالك يعني ماشي المخ ولكن كونشسنس ديالك الوعي ديالك مضمرة 100%. وبغيت نذكركم بلا ملي كنت كنشرب داك الشيء وملي كنت كنتعذب وكنصلي وكنبكي وكندعي وسط الليل وما كنتش كنعس وما نعس مشى كومبليتمون، كنت كنعقل على راسي 7 ايام ما كنتش كنعسها وعاد كتشدك الخلعه علاش ما كتنعش. المهم داك الشيء مرون 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 او ميم طو كنت كندخل الانترنت وتبقى نقلب اشنو خصني ندير اشنو خصني ندير اشنو خصني ندير. مهم اناف من نيجاتيفيتي، دابا بغيت قلت لكم يعني شنو صرا ليا وهاد الدار مدة 4 سنين وانا كنت عايشة بهاد الحالة جهنم. اللي بغيت نقول لكم حنا انسان لحم دم هرمونات سيلز عندنا دي سيلول وملايين ديال الملايين، وكل سيلول خصكم تعرفوا بلا فيها ميموار، مخ فيها ميموار، كل شيء فيها الميموار يعني كتبقى بصمه، يعني اي حاجه شفتيها سمعتيها قلتيها كتبقى، خصكم تعرفوها هذه. يعني الا فمثال قلتو انا ما حسش براسي مزيان، انا ما حسش براسي مزيان، انا ما مزيانش، انا خايبه، تروما تا تروما تروما كتلعب دور كبير، شوك كتلعب دور كبير، العين كتلعب دور كبير. علاش؟ لعقاش الواحد نيتي عينك وتبقى يهضر فيك اشنو كيصرا؟ دات اميون سيستم ديالته اميونيتي، يعني المهم اميونيتي كتهبط، ملي كتهبط يو ار فولنربل للانرجي الخايبه من عند الناس وكصافي كتاثري. الافكار ديال كل نهار راه تيبقى بصمات راه ما كنساوهمش، ما كاينش حاجه سميتها نسيان، نسيان راه ما كتكونش، يمكن حتى كتنسى مع الوقت ولكن المايند ديالك المايند ما عرفتش كيفاش نقولها الوعي ما عرفتش، مهم كتبقى اي حاجه صرا لك في حياتك من نهار كتزاد حتى نهار اليوم تيبقى الشوك الفقصه القلق، حاجه كتصبر وكتخليها لداخل، شي حاجه ما عجبكش الحال وما صوبتيش ما هضرتيش عليها، تشافي ما شفيتيش راسك،
المشاكل كل شيء تلعب الدور في الإنسان. باش كتعرفوا بالله واخا ما صارتش لك شي حاجة داك نهار، الموت ولا شي حد، الطلاق في مثل شي كسيدة ليستر، شي مشكل كبير، شي حاجة، شي فقصة، هذا أو هادي لك شي حاجة عاوتاني جاك يقول لك وسمعتي وتدك شي، كيبقى يلعب لك في مخ ديالك. مع الوقت كتشدك ديبريسيون لونغواز والقلق والخلعة، ماشي حاجتك غير هكداك امبوسيبل. هذاك شو تيقول لك بحال فيافغ، فما تما كتشدك سخانه، ماشي عندك مرض ديال السخانه. سخانه تيهضر معاك تيقول لك نود، راه عندك شي انفيكسيون في ذاتك، شي ميكروب، شي فيروس، سير داويها. وكذلك البسيك هنا المخ، ولا ماشي المخ يعني المايند، كتهضر معانا، داك هو الكوميونيكاسيون معانا حنا. هاد الكوميونيكاسيون الله سبحانه وتعالى خلقها لنا الحمد لله. راه ما يمكنش يجي يقول لك فلانه فلان راه شنو عندك وشنو عندك، نو هذاك عطاها لنا، غرزها لنا باش هذاك يهضر معنا. ديبريسيون كتهضر معنا، لونغواز كتهضر معنا، راه ماشي مرض. انا ما كنامنش لونغواز مرض، ديبريسيون مرض. صافي ربي خلقها لك يقولك يلا مرضي، نو انا عارفه الله عطاني تيست. لقاش حنا اللي كنديروا المصيبه، حنا راه مذكوره في القران، راه حنا اللي كنديروا مصيبه لراسنا. اي حاجه خايبه وسلبيه راه منا حنا، راه ماشي من عند ربي. وربي خلق لنا داك الهرمون اللي كتهضر معنا، الكومونيكاسيون. ملي كتشوفوا راسكم عندكم ديبريسيون، الخلعه، لونغواز، عرفتوا شي مشكل عندكم ايموشنال. وما نديروش في متى بحال اللي كنت كندير انايا، شكون السبب؟ ها ديما حنايا اي مشكل تنلوحها في الاخر، ولو هو بالصح دارها، ولكن ما يمكنش نلومو، ما نلوموش. اوكي لوموها حنا اللي اكسبتينا داك المشكل. شي واحد قال لك شي حاجه، شي مشكل صرا، شي don't blame them, blame yourself for accepting. لومي راسك حيت اكسبتيتي داك التدمير، داك المشاكل اللي خلات لك تلعب لك في المخ ديالك وفي ذاتك الفقصه. اي حاجه داك الشيء، داك الفقصه، داك كيجي لك الكانسر، يجي لك كاع داك المشاكل فيزيك وبسيشيك. دابا انا جالسه هنايا تنفيلم، عمرني ما عرفت راسي غنديرها. الحمد لله هذا هو اللي بغيت نقول لكم. سو كيف ما انا شرحت لكم اي حاجه اللي صارت لنا في الحياه ديالنا، راه من ايموشنز كتخسر الافكار، كيخسر وكتلعب في الذات ديالنا وفي السيلول ديالنا، وكيعطيونا السينيال ديال المرض. وكنمرضوا قلب، المصارن كتنفخ، في مثل كتحس بالضغط نفسية، الشهية ما كتبقاش تقدر تاكل، كتافك تبقاو يضروك، الظهر كيبقى يضر، المشي ما كتبقاش يمكن تمشى مزيان. مهم هادشي كل شي مشاكل، ماشي حيت انت طحتي شي بلاصة، راه ما طحتي ما والو. اشنو صرا؟ المشاكل في الحياة والدنيا اللي ضروري تكون فيها الحياة، وحنا ربي حطنا في هاد الدنيا هذا باش نتعلمو من هاد الحياة هذا ونستافدو ونعلمو الناس. وحنا راه الفاميلا دابا يمكن عرفتو دابا يا سباب علاش كتجينا ديبريسيون لونغواز والمرض فيزيك. خصنا عاوتاني نعرفو العلاج. وقبل ما نكمل لكم نقول لكم علاج ديالتي انايا، هذا العلاج جا معايا انايا كيف ما قلت لكم في الفيديو الاول، تستشروا مع الطبيب ديالكم. ولكن غنعطيكم الاكسبيريونس ديالتي وانا اشنو كنامن. انا ما تنامنش بالدواء، هذا الشيء اختاريتها انايا. مي ما غاديش انفلونسيكم نتوما نقول لكم ديروا بحال، ملي غنقول لكم الاكسبيريونس ديالتي انايا. ما كاين شي حاجه كيف ما كنقول لكم انا تنقولها، ما كاين شي حاجه سميتها هرمون امبالانس في المخ. هذاك هرمون الانباس اللي تيقولوها لينا راه بسبب المشاكل وسبب بزاف الحاجات اللي قلت لكم انا في الفيديو، هو اللي كيخربق المخ ديالنا وكيخربق السيستم ديالتنا باش كتجينا داك السينيال وكتشدنا ديبريسيون لونغواز والخلع. منين قريت انايا داكشي بزاف ديال انرجي،
سميتو mental health، قريت على مهم داكشي neuropsychology، قريت بزاف بزاف الحاجات، وصلت لواحد المرحلة والحمد لله هي اللي عالجتني. شنو هي؟ منين واحد كي مرض هادشي كله اللي قلت لكم، انا يا انرجي ديالتك المزيانه بوزيتيف كتهبط، في مثل ذاتك كتسد، ما كتبقاش تاكسبتي حاجه زوينه، بحال قلتي المايند ديالك كلشي كيتسد صافي، بحال البلوكاج، بلوك 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 بلوك. داكشي حنا كنوصلوا داك الستاج ديال بغيت نقتل راسي، لا قصه في راك زومبي، راك ميت، حتى حاجه ما حي، ما كاينش لايف، الحياه لايف الزوينه ما كاينش كدور، صافي ميته. دابا خصنا كيفاش نديرو باش نعطوها الحياه، ياك عاد يتحلك عويناتك، عاد كيبان لك الدنيا، عاد تقدر تضحك وتكون بوزيتيف. انا ما كنامنش شي حاجه ديال كذبي على راسك وقولي انا مزيان وانت ربي اللي عالم بك وعارفه شنو عندك داخل، نو. ديري هاد لي زيتاب هذا باش بشوي بشوي نهار بنهار صافي، بحال كتعطيها، بحال قلتي الماء، بحال قلتي هذيك الفلاور، هذيك الورده في مثال، تكرفسات تكرفسات مزيان ميته بحالك، الا هضرتي معها غتجاوبك ما غتجاوبكش، نقدر نقولوا تجاوبك تقولي واش انت لاباس، افكوش راه باينه ماشي لاباس، غتقول لك فهمتي انا لاباس بالصواب، ولكن راه باينه حالتها راه ماشي لاباس، انت شنو غديري؟ واش غتسنيها باش تقولك انا لاباس؟ هي السيدر ماشي لاباس، او فلاور ماشي لاباس، غتاخذ لها الفيتامينات والماء وداكشي، تبقى كل نهار ولا ما عرف شنو تبقى تسقيها تسقيها تسقيها، واحد النهار غتجي غتفلوريش وغتحل، ديك الساعه هي كتقولك انا لاباس بلا ما تسناكش انت تسولها، غتبقى تنقز تفرح لاقاش عطيتي هذاك الشيء اللي هي خصها. كذلك حنا انسان، حنا خصنا كل نهار هادشي، شوف هادشي راه كل نهار، راه ماشي نهار او يومين نقول لك وليت لاباس، راه دازت عامين باش وليت لاباس، ولكن داكشي اللي غنقول لكم كل نهار خاصكم ديروها، مع الوقت غتحسوا براسكم واو واو. سو العلاج، اول حاجه خاصك تاكسبتي داكشي اللي فيك، غتقول الحمد لله الحمد لله انا ما عنديش بروبليم وحمقى مسطيه، هادشي عادي، ملايين الناس دوزوها ومدوزينها، وانا ماشي بوحدي في الدنيا، وانا راضيه بهادشي اللي فيا. هذا اول ايطاب، انا راضيه وانا مأكسبتيا. من موراها كنت كناخذ كوراج والصبر منين؟ من بروفيتس دي بروفيت، انبياء اللي كانوا دوزو حتى هما المرض وداكشي، يعني باش غير باش تعطيني كوراج والصبر، حيت انا عارفه السلاح كاينه، الاراده خاصها تكون، حيت حنا ما نعولوا على حتى شي واحد في هذه الدنيا، هذه نعولوا على الله سبحانه وتعالى ونفسك. وانت دابا في الطريق، ياك حنا دابا في البير، غنحلوا داك الباب هذاك البير وصافي، وربي غيعطيك داك الروب وغتشد فيها وغيطلعك الله، ولكن بالاراده ديالك انت. You want to change. I want to change. How bad do you want to change? I want it so bad. يلا نديرو هاد سميتو هاد جيرني هادا، وإن شاء الله ربي معنا. صافي انفو مني كتفهم بلا صافي انا عارفة اشنو عندي، يعني انا عندي emotions اللي بقاو ليا في المخ ديالي وفي المايند وفي الكونشس سام كونشس انكونشس، كتلعب ليا في الفيزيك ديالي، اللي هضرت معايا قالت ليا يا انسان او انسانه نوض فقر، عندك مشكل emotions وخاصك دابا تعالج راسك بسيشيك، ياك ما كاين لا دواء اللي غتعالجك وتحلك المشكل، كاينش، انت اللي غتحلها براسك وبيدك. مهمين اكسبتينا وعدنا الاراده باش نعالجوا راسنا براسنا. كاينين مرحلات بزاف، البروغرامات بزاف، وكل كل كل بروغرام بوحدها يعني، وكلهم خصنا نديروها. اشنو هي في مثل ماكله، اشنو كناكلو، لقيتها ماكله كتلعب دور كبير باش تعاوننا. دابا رحنا راه مرض، ما بقيناش بحال شحال هادي، سو حتى الماكله كتلعب دور كبير بزاف. لاقاش ما تنساوش بلا غات هذا اللي كاين هنايا راه عندها كونيكسيون، لان داكشي عندها الكونيكسيون مع المايند ديالنا مع كونشسنس ديالنا، سو نتهلاو فيها حتى هي اول حاجه. حتى فمن عرفنا حنايا اش من ماكله غادي ناكلو، ياك هذا يعني الريجيم،
وريجي ماشي قاصحه بزاف، ماشي شي حاجه اللي غادي تخافوا منها، مو محيدو حيدو شي حاجه اللي كتاثر عليكم. شوفوا السكر، شوفوا يمكن الحم الاحمر، شوفوا يمكن الماكله الخضراء، في مثل كارباتشو، في مثل عطيتكم غير الامثال، في مثل غلوتا، في مثل الماكله المقليه، عاوتاني شنو اخر تاني، الخبز البياض، الكيكات، المهم هادوك راه فريمون راه كياثروا في انسان. خاصنا نشوفوا عاوتاني حنايا كانسان اشنو كندخلوا في المخ ديالنا. انا عيانه، انا ما مزياناش، اجداني ندير بحال هكاك، انا ندمت، انا مريضه، اي ظهري ما كتنفش مزيان، انا ما حاساش براسي. لا، حيدوا 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 داكشي، حيدوا حيدوا، ما تبقاش تفكروا في داكشي. غتقولوا في مثال انايا غنكون حسن، انا مزيانه، وباذن الله راه غادي نبرا، باذن الله راه غادي نوصل، راه كونوا بوزيتيف كل نهار. غتبقاو تقولوا بوزيتيفيتي افري سينجل داي، كل نهار ما يدوش. ولكن شوفوا شنو كتقولوا في راسكم، يعني بعض المرات راه نقدر انكونشسلي تبقاو بلا واعي ديالنا تبقى نهضروا براسنا وما فاهمينش. جلسي جلس وشوف اشنو كتفكر، كتب كاع، نبداو من الاول، كتبوا فكروا هذه خايبه، نكتب شنو قلت، هذه خايبه، نكتب كتب داكشي، كلشي شنو كتقول مراسك، غتبان لك في الورقه، غتقراها بعينك، غتقول واو واش هادشي كلشي داير في راسي، او ماي جاد، لا لا هادشي كلشي ما غنحيدوش، حيت ما كاين شي حاجه كتسمى كتاليمينا كتحيديها، كان ريبليس، يعني يعني من الخايبه غنديروا حاجه زوينه. في مثل انا خايبه، انا زوينه، انا ما مزياناش، انا مزيانه، هنا ما قاداش، انا قاده، او انا قاد، هادشي ممكن يدوز، ممكن ضروري كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار. ملي كتشوف راسك افري داي، وشحال من مرات في النهار، والله العظيم هادشي راه سامرش، انا راه انا دوزت هادشي، يعني انا براسي راه ما فاهماش كيفاش انايا ابخي عامين ديال باش عالجت راسي وليت لاباس. سو انا كنعطيكم داكشي فمتى ما غادي تعرفوا راسكم بلي عالجتوا راسكم بلي هاد الافكار سلبيه، فمتى غتقولوا انا خايبه، ما يمكنش هادشي غادي نقدر نوصل ليها، اكسكيوز مي، انا ماشي خايبه، انا عارفه راسي، ربي خلقني احسن تقويم، لقد خلقنا انسان احسن تقويم، اي نو ات فور شور. سو هاد التخربقه اللي كاينه اللي دايره عليك، كتقولي انا خايبه منين جيتي، انا عارفه راسي، والله العظيم كتبقى غادو كتصغر كتصغر كتصغر، وماشي منك نتايا او نتيا اللي كتقول هاد الافكار الخايبه، راه ماشي منك، من الحياه ومن الدنيا ومن داكشي اللي دوزتي هو اللي كيبقى يبومباردي لينا هاد الافكار السلبيه اللي حنا عندنا. وصافي الحمد لله راه كاينه دابا العلاج لهادشي هذا، كيف ما قلت لكم قولوا هادشي الافكار، قولوا انا مزيانه، انا زوينه، انا كنعرف ندير غير بوزيتيف ثينكينغ، يعني غير بوزيتيف افكار. هادشي كيسمى affirmation، يعني self love، تحبوا راسكم براسكم ضروري، هذا كتستاهلوها نتوما، خاصكم تحبوا راسكم باش تكملوا هاد العلاج هذا ديالكم. self respect، تحترموا راسكم، تكون عندكم boundaries، يعني تكون عندكم واحد ليميت مع الناس، ما تخليوش الواحد يضحك عليكم، ما تخليش الواحد يتفلى عليكم، ما تخليش الواحد يكذب عليكم، ما تخليش الواحد كاين stop كاين boundaries. في مثل شي واحد ديما توكسيك، ديما سلبي، ديما هذا، تانا ندير تقار، دير تقار، دير تقار، تبقى نقولها لكم لعقاش انتم في العلاج، اون فوا تعالجوا توقفوا تكونوا سترونغ، صافي كاين عاوتاني المرحلات الاخرى اللي تقدر تخدم عليها، ولو يكون شي واحد حتى من العائله ديالتك، فاميلتك، اللي انت من غير تتحل عينك كتلقايها او كتلقى حداك او مهم شي واحد تعيش معاه وسلبي تبقى شي اثر. عاوتاني من العلاج، البروغرام ديال العلاج سبيريتوال، ما نساوهاش ما نساوهاش، راه يمكن نسيناها مش حال اللي كانوا كيديروها الناس بكري، ولينا دابا حنايا مودرن، ولينا وجبناها في راسنا. فمثلا كنهضرش حتى على راسي، على الناس كاملين. سو فمثلا بغيت نقول لكم الماء، راه داروا ريسيرش عليها، بلا الماء لايف، الحياه، يعني بحالنا حنا راه حنا عندنا تقريبا شي 60% ديال الماء في الذات ديالنا، ومع شي 70% غير في المخ ديالنا. سو مهمه الماء، ولكن الماء للاسف القراعد البلاستيك والجاج او من روبيني راه كتكون ميت. علاش؟ لقاش تريتوها كاع داك مينيرالز اللي حنايا غادي نحتاجوها ذاتنا، راه مشات باي باي. ولكن ما تنساوش بلي نقدروا نتريتوها حنايا.
مثلا كان عندكم فلتر مزيانه تشربوها منها في مثال، وما تنساوش اي ما واخا تكون فلتر واخا زمزم وار اوف كورس راها مزيانه بزاف، ولكن ماشي كنا عندنا ديسپونبل هذا زمزم وار. سو حنا شنو غادي نديروا؟ الماء كيف ما قلت لكم راه كتابسوربي وهي اللايف فيها الحياه، وحنا يداتنا راه فيها تقريبا 60% ديال الماء. وريسيرشر عاوتاني راه اتس ساينتيفيكلي بروفن بالله الماء كتابسوربي اي حاجه اللي قلتي ليها سلبيه او مزيانه. سو علاش لا حنا ما ناخذوش القران؟ ما كيما احسن من القران ومن احسن قولها انت يا لقاش. عاوتاني ريسيرشرز قاو بالله احسن علاج هو الصوت كتخرج من حلق ديالك، وهذاك الصوت ملي كتخرج من حلق ديالك حاجه زوينه وكتسمعها كتعالج راس السيلو كله كتفيق يو ريفايف ات. سو علاش لا حنايا ما نقولوش حاجه زوينه كلمه ديال الله؟ سو كيف ما قلت لكم انايا هاد فيديو غادي تكون شي شويه طويله حيت طفاليا تليفون. المهم غادي نكمل لكم شنو درت باش الحمد لله وليت احسن. عرفت بلا هاد فيديو غادي تكون طويل بزاف، من احسن خصني نديرو بارتس باش نقدر نقول لكم كلشي اشنو درت انايا. ولكن المهم غادي نقول داكشي اللي قديت عليه في هاد الفيديو هذا. كان شي سؤال، كان شي حاجه بغيتو تعرفوها اكثر، بليز ليت مي نو، قولوها ليا في مثلا في انستغرام او حتى في الكومنتس بلو هنايا في اليوتيوب. المهم قلت لكم على الماكله خصنا ضروري نشوف شنو كناكلو، قلت لكم عاوتاني على سيلف توك وافيرميشن ضروري حتى هي خصنا نعرفو اشنو كندخلو في المايند ديالنا في المخ ديالنا، لقاش هي اللي سبب المرض كامل اللي حنا عندنا مونطالمون وفيزيكمون. هذيك ثاني ثالث سبيريتوال، يعني ضروري خصنا ندخلو في داكشي ديال سبيريتواليتي مو ورايفر، ما عرفتش كيفاش نقولها بالفرنساويه، داكشي ديال ريليجن ديال الاسلام ديال ميديتيشن حتى هو راه مزيانه بزاف. ما غاديش نبقى نقولوا لا، يعني هادشي كلشي ساينتيفيكلي بروم، ديجا حنا عندنا هادشي في الدين ديالنا. سو حتى هي ما غاديش نساوها، يعني دعاء الذكر صباح والمساء ديما نصليو حنا في الوقت، تكوني ديما موضي او موضيه، كيف ما قلت لكم الماء تشربوها ومن احسن تكون فيها كلمه زوينه، وما كاين محسن من كلام ديال الله واسماء ديالو. خصنا نتصنتو شي حاجه مزيانه، لاقاش كيف ما قلت لكم وي ريفايف كنعياو ريفايف، يعني كيعاود هاد الميت اللي كانوا السيلول ديالنا فريمون عامر بتوكسيك بداكشي المخ اللي كنفكروا المشاكل، وكيفاش نقول لكم حياه، يعني داك كيفاش يقولها الفقصة. مهم راه كنسم مع توكسيكاسيون، كنشربوا داكشي الخايب بلا ما حنا كان الشعره بلا ما كنعرفوا. سو السيلول ديالنا كله كيمرض، وداكشي كيجينا داك كيف ما قلت لكم ديبرسيون انكزايتي. ونزيدكم عاوتاني ماشي غير هكاك، حتى من عين بنادم حتى السحر، حتى السحر فريمون كاينه، داكشي راه مذكوره في القران وحتى هي كدير نفس الحالات. سو هاد العلاج اللي انا كنقول لكم اجمع المشاكل اللي عندكم في يعني سباب اللي نتوما مرضتوا نفس علاج. مهم باش ما نطولش عليكم بزاف هاد الفيديو هذا، بغيت عاوتاني نقول لكم ضروري هذا تاهي مهمه بزاف بزاف، هي دخلوا المدرسه او لا الا ما قديتوش تدخلوا المدرسه تقراو اي قرايه، الا ما قديتوش ديروها اونلاين او خذوا شي كتاب شريوها وديروا في مثال شي سولوشن، يعني تلقاوها ديال القرايه في مثال مات. الماطره مهمه بزاف لحقاش كيخلي المخ كيشتغل، صافي بحال كتنسى بحال كاع داك التوكسيك اللي حنا عندنا في مخنا كنزاحموها، يعني بحال كتقول زعما حيد من هنا حيد من الطريق، راه بصح هادشي كاينه حيد من الطريق، راه دابا عندي يعني المشكل ديال الماتيماتيك خصني نخرج السولوشن ديالتها، واليوم وغدا اليوم وغدا اليوم، مع الوقت فريمون بحال غترتقي او غتحيدي داكشي الفيروس الخايب اللي كيخليك يمرضك، يعني فريمون كيتحيد. ونسيت نقول لكم ميديتيشن مهمه، والصلاه والذكر وكيفاش نقولها، يعني نعيشوا لدابا وفريمون نجلسوا في واحد البلاصه اللي ما كيخصوش يكون ستريس، خصنا نحاولوا نتعلموا كيفاش نديستريسي ونتصنتوا لعظامنا. فريمون هذا راه مهم، هذا الشيء اللي تنقول لكم راه كل نهار راه كذب عليك الكذاب يقول لك غادي تبرى في نهار او يومين او شهر او شهرين. هذا الطريقه اللي قلت لكم الطريقه ديال الحياه، وغتشوفوا الفرق كبير بزاف، وان شاء الله ما يكون غير الخير، ويكون عندك اليقين واراده وما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي. سو هاد العلاج هذا راه فيه الخدمه، فيه فريمون الخدمه، ولكن تستاهلها
فريمون تستاهل لقاش لهاد الحياه. عطاها لنا السيد ربي بلاسين، عطاها لنا البركه، راه هذا راه الجنه في الدنيا قبل ما ان شاء الله نمشيو للجنه في الاخره. يعني هذه جنه في الدنيا، سو خصنا نخدموا على راسنا حيت حنا كنستاهلوا نعيشوا فرحانين. راه اي مصيبه راه كنجيبوا حنا غير راسنا، اوكي؟ سو تستاهل تكون فرحان وصافي بركه من داكشي ديال حتى الغداء او هذا، وما قاداش انت راك قاد كيف ما انا قديت راه انت غتقد. وبركه حنا من داك الهم والمشاكل اللي هما راه كاينين، وكحنا خصنا نغيروا راسنا كيف ما قلت لكم، حنا نستاهلوا العلاج وخصنا نخدموا على راسنا. وبركه من الطريق السهله. شنو هي الطريق السهله؟ الطريق السهله هي كتقول صافي هادشي اللي عطى الله كيف ما كنقولوها حنا العرب، ونخليو داك الشيء يلعب فينا، والله يستر الله يحفظ شي مصيبه نديروها في راسنا، او في مثلا ناخذ عاوتاني الطريق السهله كيف ما قلت لكم، ومدون كمي ونديروا دراغز مخدرات وسميتو نشربوا الكحول غير باش نساو. ولكن واخا نسا واحد فتره كنعاوتاني كنديروا غير توكسيك في ذاتنا وما غاديش نعالجوا راسنا، وهذا ماشي الطريق الصح. الطريق الصح هو العلاج راسنا كيف ما قلت لكم، ان شاء الله ما يكون غير الخير. والله العظيم يعني كاين العلاج، و there is hope. ما عرفتش كيفاش يقولها هوب بالعربيه، ولكن راه غتفهموا مو ندخلوا في الجوجل غتلقاوها. وان شاء الله ما يكون غير الخير، وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. ايو انار الله راك تهلاو ليا فراسكم بزاف، وما تنساوش ما تنساوش راكم محبوبين، ربي اللي خلقك راه كيبغيك بزاف. there is a reason علاش جابك في هاد الدنيا هذا، حيت هو كيبغيك وعندك purpose. سو ان شاء الله ما يكون غير الخير. وكيف ما قال الله، كل مرض راه كاينه علاج ديالها، كل مشاكل راه كاينه السولوشن ديالها. وان شاء الله ما يكون غير الخير، وتهلاو ليا فراسكم.